بعدين تعال قال لك شو اللي حيتغير على اختك وبناتها اذا تزوجت؟ شو اللي حيتغير؟ سيدي شو اللي حيضيع عليهم؟ منيح هيك؟ هي قلنا لك اياها بالمشرمحي ولا شيء؟ هن اللي حيكموا راسكم؟ حكي هذا اذا كنت انت بدالي، اما انا لا، انا بعرف قيمه مرتي وبناتي. لو بتعرف قيمتهم لا تكمل يا ابو هادي حتى ما تغلط. انا امي ما سمحت لها تحكي معي كلمه مرات الطريق. ايوا خلينا حبايب احسن. شو يعني بدك تسكتني؟ لك اخي ما بدي سكتك، احكي خذ راحتك. يا عجاج انت هيك حتخسر بناتك، حتعقدهم. انا بعرف كيف داريهم. ما حتعرف لانهم لساتهم صغار وما حيفهموا دوافعك. مو صحيح، بناتي عقلهم بيوزن بلد. الا بهالمساله، الا بالزوج الثاني. يا رجل وقت الام بتموت الاولاد بيرفضوا انه ابوهم يتزوج. كيف امهم عايشه بيناتهم؟ كيف بدهم يقبلوا؟ والله وقت ما بيقبلوا انا الوصي عليهم، مو هني اوصي علي. بتقوم بتتحكم فيهم؟ لك اخي انت شو دخلك؟ ليش عم تعيط؟ لانك ما بدك تفهم، اذا اختك قبلاني انت شو دخلك؟ اختي ما بتعرف مصلحتها ولا عم تفكر لبعيد. الله، وانت اللي بتفكر لبعيد؟ ايه نعم سيدي، لانه حتى لو هاجمتك ولد، الولدين اللي عندها رح ياكلوا اكثر ويا بيت. يا الله حسبك هيك امي؟ استني شوي. ها ايوه هلا فهمت، يعني انت خايف على مصلحه اختك وبناتها. المفروض انه مصلحتهم هي مصلحتك. لك شو عم تحكي انت؟ ها ان شاء الله فكرني مزروع. فتح عينك يا لطفي، انا عقلي اكبر من هيك بكثير، ومو عقلي بس، قلبي كمان. لك انا احرم بناتي وامهم من حقهم لاني بدي اتجوز؟ بتعرف انه ظفر شريهان يلي عمرها كام يوم بيسوى عندي كل نسوان الدنيا؟ بس انت ما بتعرف المرة اللي حتتجوزها كيف بتفكر. لك اخي كل ام من حقها تدور على مستقبلها ومستقبل اولادها. بس مو على حساب مستقبل لطفية وبناتها. اخي بالمختصر المفيد، انا حاتجوز خلال شهر، يا بتقلي مبروك يا بتطوي هالموضوع. لطفي انا صار في براسي وسواس اسمه الولد وما رح احل عنه حتى يجي. حبكم تفهموا هالحقيقة كان بها، ما حبكم تصرفوا اللي بتريدوه وانا براسي بخدمكم. اذا مصر لهالدرجة اختي ما حتعد لك بالبيت. شو يعني؟ يعني طلقها. لا 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 يا ابو هادي لا، هي الكلمة مو من حقك. لك شو عم تحكي انت التانية؟ شو عم تخرفي؟ انا طلقك؟ لك انا بموت الف موتي وما بخليك تعذبي برات البيت. لطفية يا استاذ اذا ما بتعرف لهلا، هي المي والهوى بالنسبة لي، هي روحي. لك انت تقلي طلقها؟ انسى يا ابو قاسم انسى، ومن فضلكم ما حدا يتدخل بيني وبين جوزي، انا وياه متفاهمين على هالشي ومتفقين. لك على شو؟ على انه يتجوز عليكي؟ على انه يجيب لك ضره ويقهرك انت وبناتك؟ انا ما حدا بيقهرني الا اللي خلقني، بعدين هذا الموضوع بخصني الي لوحدي ما حدا غيري، واذا بدكم الحق بخص جوزي وبس. طلعتي بوجوه بناتك. لك حاجتك بقى لطفي؟ لا، يعني حتكون حريص على بناتنا اكثر منا؟ الموضوع منتهي يا اخي لو سمحت. اذا هيك انا اسف صهري، اسف على كل كلمه قلتها. لطفيه هي صاحبه الشأن وان شاء الله الف مبروك. ايه هلا اهلا وسهلا فيك.